طبعا ما زلتم تتذكرون وما زلنا نتذكر حادثة الطفل ريان رحمه الله. بينما كانت أنظار العالم تتجه إلى المغرب، وبينما احتل هاشتاج انقذوا ريان الصدارة في معظم دول العالم، كانت في نفس الوقت تتأزم مأساة الطفل السوري المختطف فواز القطيفان، وتجذب الكثير من الاهتمام بعدما نشر الخاطفون فيديو تعذيب للطفل الصغير البالغ من العمر 6 أعوام فقط. طبعا الحمد لله أن هذه المشاهد غير واضحة، وإن كنتم ما زلتم تبحثون عن تعريف لكلمة وحش لن تضطروا للبحث أكثر، فهو بالفعل هذا الشخص من يمسك بالعصا ليضرب طفلا هذا الضرب الوحشي. يعني لا توجد كلمات لوصف كم هو مؤلم هذا الفيديو، يعني كم هي مؤلمة مشاهدة الطفل وهو يتوسل إليهم كي لا يضربوه. عموما يعني توسلات فواز تحولت في النهاية لصرخة لمساعدة العائلة على استرداد ابنهم، فالخاطفون قاموا بابتزاز الأهل الذين عجزوا عن جمع مبلغ الفدية، وأرسلوا مقطع الفيديو في 3 فبراير، وقاموا بإمهال أسرته ليوم 4 المقبل لسداد كامل المبلغ، وإلا فأنهم سيقومون ببتر أصابع الطفل الصغير. المؤلم أكثر هنا هو أن فواز اختطفته هذه العصابة منذ أكثر من 3 أشهر وهو في طريقه للمدرسة، ثم طالبوا بعد ذلك أسرته بفدية مالية مقابل إطلاق سراحه قدرها حوالي 140 ألف دولار بحسب ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان. وبعدها توالت وما زالت الدعوات من أجل العمل على إطلاق سراحه. وليتها الحادثة الأولى من نوعها، فتجمع أحرار حوران رصد حوالي 40 حالة خطف في درعا خلال العام 2021 بهدف الابتزاز المالي. طبعا قصة فواز عادت لإحداث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد حساب لورنس غياب الحديث إعلاميا وشعبيا عن قصة فواز الاقتفان، وكتب: ماذا عن الطفل السوري المخطوف فواز قطيفان الذي هو بين أيدي البشر وتحت تعذيب الآن؟ لماذا لا يتكلم أحد عنه؟ العالم كله تضامن مع الطفل ريان، حتى أطفال سوريا رغم وجعهم. أما إلينا فتحدثت عن شعور العجز وقلة الحيلة، وقالت: الأمر الوحيد الذي يمكننا أن نقوم به هو الدعاء والصلاة لفواز ولكل الأطفال ومشاركة قصصهم لتسليط الضوء على معاناتهم. لونا أيضا شاركت برأيها في قضية اختطاف الطفل فواز، وعلقت: للأسف بلدنا صارت بشعة لهذا القدر، اختطاف فواز ليس بالأمر الجديد، يبدو أننا وصلنا لمرحلة أصبحنا فيها كمن يعيش في غابة. ينضم إلينا الآن من درعا عبر الهاتف الأستاذ مصعب قطيفان عم الطفل فواز قطيفان، ومن عمان أيمن أبو محمود الناطق باسم تجمع أحرار هوران. أهلا بكم معنا في برنامج اليوم. دعني أبدأ معك أستاذ مصعب، في البداية كيف بدأت هذه القصة؟ كيف اختطف فواز في البداية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. تم اختطافه ذهب إلى مدرسة صباحا بين الساعة 6:15 مع أخته على دراجتين ناريات بواسطة خاطفين ملثمين وامرأة مخمرة. تم اختطافه بطريقة وذهابه إلى مكان غير معروف لحد الآن. ومتى بدأ التواصل معكم من قبل هذه العصابة؟ تم التواصل بعد 4 أيام من اختطافه. من خلال الهاتف، مكالمة هاتف على برنامج التليجرام. طيب إلى أين وصلتم اليوم؟ آخر تفاصيل المفاوضات مع هؤلاء الخاطفين. اهتمامنا اليوم بجمع الفدية وإرجاع ابن سوريا فواز ابن الوطن. طيب اهتمامنا الوحيد. نعم. فقط لا غير. هل هذا هو الأمل الوحيد؟ هل هناك أي فرصة لمحاولة استرجاع الطفل من قبل أي جهة؟
أخرى من دون دفع هذه الفدية؟ نحن لا نريد أن يصبح الطفل بخطر. طبعا نحن نشكر السلطات القائمة على هذا العمل، ونشكر الاهتمام الواسع من سوريا ومن العالم ومن جميع الناس على الاهتمام بالطفل. نحن نريد أن نجمع الفدية ونخرج ابننا فواز، هذا مرادنا فقط. كم جمعتم حتى الآن من مبلغ الفدية؟ إن شاء الله هذا اليوم نكمل إن شاء الله جمع الفدية والبالغ. إذن يعني وصل 400 مليون ليرة سورية. إذن يعني هل يعني هذا الكلام أننا اقتربنا من عودة طفل فواز؟ نقول إن شاء الله إن شاء الله، لا ندري ما هو المصير إن شاء الله. والدعوات منكم ومن جميع العالم برجوع ابننا الحبيب فواز. بعض يعني تردد أن والد فواز اشتكى من محاولة متاجرة البعض بهذه القضية، هل يمكن أن تشرح لنا ما حدث في هذا الصدد؟ لماذا صرح بهذا التصريح؟ لا نعرف كيف تاجر الناس بهذه القضية. فنحن نريد أن نقول إحنا أملنا الوحيد أنه نجمع الفدية فقط، أما الاستغلال الناس على ظهر الطفل فواز إحنا ما نريد هالإشي. هذا إحنا بده يكون إحساس واضح وصريح. لا تقوم الناس تجمع على ظهر هالطفل البريء. إحنا قاعدين هون بعنا أرضنا وعايز ما نملك مشان فدية فواز، والناس طبعا والمجتمع المحلي والمجتمع الخارجي ما قصر نهائيا، الحمد لله رب العالمين. واهتمامات دولتنا واهتمام سيد الوطن سيادة الرئيس الدكتور بشار الحمد لله اهتم بهالموضوع اهتمام بارز بارز، والجهات المعنية الحمد لله رب العالمين. رغم التفاصيل المأساوية في هذه القصة، ولكن يعني أنت أخبرتنا اليوم يعني بادرة أمل ربما لعودة فواز مرة أخرى إلى عائلته أيا كانت الطريقة. في النهاية المهم عودة هذا الطفل وانتهاء هذه المأساة. أشكرك على وجودك معنا هذا الصباح عبر الهاتف الأستاذ مصعب اقتفان، عم الطفل المختطف فواز اقتفان، شكرا لك. انتقل إليك الآن أستاذ أيمن أبو محمود الناطق باسم تجمع أحرار حوران. أستاذ أيمن، هل لديكم مستجدات من جهة أخرى عن قضية اختطاف الطفل فواز؟ نعم، السلام عليكم، تحية لك باسل وللسادة المشاهدين للقناة الحرة. بالنسبة لقضية اختطاف الطفل فواز، يعني تمر 3 أشهر مؤلمة على غياب هذا الطفل فواز، تغيبه عصابات الخطف في محافظة درعا. لا يوجد أي شيء جديد غير الذي صرح به عن الطفل فواز قبل قليل على شاشتكم، لكن المؤكد أن هناك سعي كبير من المجتمع المحلي في محافظة درعا من أبناء المحافظة للوصول إلى الطفل فواز ومحاولة تحريره من أيدي عصابات الخطف. وهناك أيضا فيما يخص جمع المبلغ الفدية، كان هناك جمع لعدد من هذا المبلغ، وتكفلت عائلة قطيفان في محافظة درعا. كما صرح الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان بأن هذه العائلة عائلة قطيفان تكفلت بجمع باقي المبلغ. الخاطفون باسل بالبداية طلبوا مبلغ 700 مليون ليرة سورية، وبعد مفاوضات مع والد وعم الطفل فواز يعني تم تخفيض هذا المبلغ إلى 500 مليون ليرة سورية، وفي اليومين السابقين تم تخفيض قيمة المبلغ إلى 400 مليون ليرة سورية، ما يعادل 110,000 دولار. الخاطفون خلال محادثاتهم عبر تطبيق تليجرام يعني قالوا للعائلة لا تحدثونا بالليرة السورية، حدثونا بالدولار.
يرفضون التعامل بالليرة السورية. طيب ويعني هل يعني كما ذكر عم طفل فواز هل بالفعل اقترب الإفراج عن فواز؟ هل اقتربت عودته إلى عائلته مرة أخرى؟ نعم، هل تشارك هذا الأمل؟ أعتقد صراحة أننا نقترب من يعني في الساعات القادمة من إطلاق سراح فواز، كون المبلغ قد جمع، لكن وجهاء محافظة درعا يحاولون بالدرجة الأولى السعي وراء تحرير الطفل فواز قبل أن يتم دفع هذا المبلغ الضخم والكبير جدا لعصابة الخطف، كون دفع هذا المبلغ يعني تشريع لعمليات خطف مماثلة من الممكن أن تحدث في هذه المنطقة وسط انهيار الجانب الاقتصادي في محافظة درعا، ما يعني أن دفع المبلغ للعصابة الخاطفة سيكون ذلك سنة سوء في حوران، وستشرع عمليات خطف مماثلة في هذه المحافظة حقيقة. طيب كيف تقيم أنت شخصيا الاهتمام بهذه القضية؟ لأنه في الأيام الأخيرة كان حديث العالم عن طفل ريان ومأساته، هل يعني يمكن المقارنة بأي شكل من الأشكال بين الاهتمام بهذه القضية وبقضية إنسانية أخرى لا تقل يعني أهمية عنها، قضية الطفل فواز؟ كيف ترى ردود الفعل بشكل عام؟ نعم، يعني حقيقة ردود الفعل باتت واضحة بعد انتشار مقطع التعذيب من قبل عصابة الخطف، وهذا التعذيب الوحشي بحق الطفل فواز، ما يعني لتصبح قضية فواز قضية رأي عام على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي محط اهتمام لدى وسائل الإعلام بشكل عام. لكن الطامة والكارثة باسل هناك أن العديد من حالات الخطف في محافظة درعا لم تلقى هذا الرواج. نتحدث عن الطفلة سلام الخلف، طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات الآن، مختطفة منذ عامين في ريف درعا الشرقي من بلدة الطيبة، تنحدر من هذه القرية في الريف الشرقي لمحافظة درعا، اختطفت منذ عامين ولا يعلم عن مصيرها أي شيء. بعد شهر من اختطافها عصابة الخطف يعني وضعت ملابسها المدرسية في أحد الأراضي الزراعية القريبة من بلدة الطيبة، وحتى هذا اليوم لم تتواصل عصابة الخطف مع ذوي الطفلة سلام، ما يعني أننا يعني نقف أمام احتمالات أخرى قد تصل إلى مقام التجارة بالأعضاء. وهذه الحادثة المرعبة والخطيرة التي شهدتها محافظة درعا دون أن يعني يسلط الإعلام عليها، للأسف حتى نظام الأسد لا يأبه لهذه الحالات ولم نراها. نظام الأسد نشر عن حالة الطفل فواز بعد أن أصبحت قضية رأي عام ومحط اهتمام لدى الإعلام العالمي والعربي. النظام يعني الأسد نعم. يعني أنت ذكرت الآن حالتي اختطاف، ولكن لدينا تقارير تؤكد أن تجمعكم وثق حوالي 40 حالة اختطاف خلال العام الماضي. ماذا تم بحيال هذه القضايا؟ هل عاد هؤلاء الأطفال مرة أخرى؟ ما الذي حدث فيها؟ نعم، خلال العام المنصرم 2021 وثقنا في تجمع حرار غوران 40 حالة خطف. جميع هذه حالات الخطف التي تم توثيقها تم الإفراج عنهم جميعا، لكن من بينهم كان الطفل فواز في الثاني من تشرين الثاني 2021. بالنسبة لي أيضا أحد أبناء محافظة درعا اختطف في السويداء، لا زال حتى الآن قيد الاحتجاز، وهو الشاب رمس الحريري. الطفلة سلام من العام 2020 لا زالت قيد الاحتجاز. بالنسبة لمعظم حالات الاختطاف التي تتم باسل في محافظة درعا يتم إطلاق سراحها بعد دفع ذويها لفدية مالية لعصابات الخطف المنتشرة بطبيعة الحال في محافظة درعا، والتي يوجه الأهالي وقيادات المجتمع المحلي يوجهون أصابع الاتهام لنظام الأسد والميليشيات الإيرانية المتواجدة في هذه المنطقة. الميليشيات هي من تحمي عصابات الخطف في محافظة درعا، بل هي من تمولها للقيام بمهام أمنية في هذه المحافظة، وتعطى لها هذه المهام من عمليات الاغتيال وتجارة المخدرات، لا سيما أن النظام يتحدث لهذه العصابات اخطفوا اقتلوا وأنتم تمولون أنفسكم ونحن نقوم لكم بالحماية في هذه المنطقة. أنا أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا هذا الصباح للتعليق على هذه القضية، من عمان الأستاذ أيمن أبو محمود الناطق باسم تجمع أحرار حوران، شكرا جزيلا لك.